اهلا وسهلا بكم ابنائي الطلبه والطالبات في حلقه جديده من برنامجنا في بيتنا مدرسه. والنهارده ان شاء الله هناخد ايضا ماده اخرى من مواد التصنيع، ماده الصناعات الغذائيه. ناخد واحده مهمه جدا اللي هي وحده تكنولوجيا صناعه السكر. وصناعه السكر اما بصنعها من قصب السكر او من بنجر السكر، وفي نفس الوحده كمان في صناعه العسل الاسود. نبذه كده سريعه عن صناعه السكر. صناعه السكر صناعه قديمه جدا، عرفت منذ قديم زي ما نقول الازل. بدايه عمليه التصنيع الفعلي للسكر كان موجود في الهند، ثم انتقل الى الصين، ومن الصين انتقل الى المشرق عندنا العربي او الشمال الافريقي، اشتغلت في مصر بشكل كبير، ايضا المغرب، ايضا تونس. ولكن اوج الصناعه نفسها كان في القرن التاسع عشر، طبعا راح الى اوروبا واتطور في المصانع الفرنسية، ثم انتقل بعد كده الى امريكا، ومن امريكا اتطورت الصناعة بشكل كبير جدا، ثم عادت مرة اخرى الى اوروبا، فانتقلت بشكل او باخر. ولكن هو قبل عملية تصنيع السكر كسكر، السكر له انواع طبعا احنا عارفين عديدة، ولكن احنا كان حتى قدماءنا المصريين بغض النظر حتى عن تصنيع السكر كسكر والشكل اللي احنا بنشوفه في الفترة الاخيرة اللي هو السكر بتاعنا، وكانوا بيستخدموا العسل على فكرة، وده نوع من انواع السكريات عشان بس يبقى كل ابنائنا الطلبة فاهمين ان العسل النحل كان نوع من انواع السكريات اللي موجودة. فكان اصلا كده كده بيستخدم في حلوى النقل عندنا زمان، فوجدوا اثار كتيرة جدا على فكرة لاستخدام عسل النحل في تصنيع مثلا اقراص زي كان بيضاف عليها البندق او الجوز او اللوز. بشكل كبير استخدموا ايضا العسل كنوع من انواع السكريات في عمليات التصنيع. وده نبذة مختصرة كده عن تاريخ صناعة السكر اللي هي بدأت تاني في الهند، ثم راحت الصين، ثم انتقلت الى الشمال العربي، راحت لاوروبا في القرن السابع عشر، ثم اتطورت الى الثامن عشر، التاسع عشر، راحت الى امريكا اتطورت اكتر الصناعة، ثم بدأت بالشكل الحديث اللي احنا شايفينه دلوقتي في كل انحاء العالم. واحنا شايفين مع بعض حتى في الباوربوينت اللي موجود معانا اللي هي النبذه المختصره عن صناعه السكر، هتلاقي نفس المحتوى اللي احنا بنقوله ده، هو مش هيختلف عنه كتير في صناعه السكر. الاهم كمان من الموضوع ده انك لازم تعرف السكر ده ايه. السكر عباره عن ايه؟ احنا بنقول السكر عباره عن احد المواد الكربوهيدراتيه، والسكر له انواع عديده. في التصنيف اللي احنا بنتكلم عليه تصنيفنا احنا التجاري، وفي التصنيف الكيميائي اللي احنا بنشتغل عليه. ولكن السكر المائدة، سكر الجلوكوز اللي احنا نعرفه، اللي انا جايب منه عينتين على فكرة معانا في الاستوديو، اللي هو السكر زي ما انت شايف هتلاقي في نوع ابيض وفي نوع غامق، وهتعرف ايه فرق التقسيم ما بين الابيض السكر اللي قدامي ده والسكر الغامق اللي موجود ده. ولكن هو عامة السكر اللي انت شايفه او سكر المائدة اسمه العلمي هو السكروز. تاني اسمه العلمي هو السكروز، يبقى السكر واسمه العلمي السكروز. له وحدة طبعا بنائية، وحدة البنائية بتاعت السكر اللي هي سي 12 اتش 22 او 11. تاني ده اسمه الرمز البنائي للسكر. تاني الرمز البنائي للسكر اللي هو سي 12 اتش 22 او 11، هو عبارة عن جزيئين. السكر او السكروز اللي انت بتشوفه عبارة عن جزيئين، جزيء جلوكوز وجزيء فركتوز. تاني جزيء جلوكوز وجزيء فركتوز. يبقى انت فاهم في ذهنك ان السكر اللي انت بتاكله في البيت او اللي انت بتستخدمه في التحلية هو سكر المائدة، هو السكر الثنائي اللي هو عبارة عن السكروز اللي هو متقسم الى وحدتين، واحدة جلوكوز واحدة فركتوز. هو ده السكر اللي انت بتستخدمه سواء في المنزل او في المعمل، السكر الثنائي. تقسيمات السكر متعددة، تقسيمات السكر متعددة. في منه التقسيم اللي احنا بنسميه التقسيم التجاري. تاني التقسيم التجاري. وفي منه تقسيم احنا بنسميه
التقسيم الكيميائي او التقسيم اللي احنا بنعتمد فيه على الناحية المعملية او الناحية الكيميائية. في تقسيم على حسب اللون تاني، يبقى في ثلاث تقسيمات ممكن اصنفه على حسب اللون، ممكن اصنفه على حسب المصدر التجاري، ممكن اصنفه بنائي. لو رحنا كده مع بعض وشفنا في الباوربوينت واحنا كنا بنعرض ونقول المصدر بتاعه او نقول نبذة عنه، اللي هو بدأ في الهند ثم الصين ثم راح الى فرنسا ثم مارست الصناعة في القرن الحادي عشر، ثم الامريكان في القرن السادس راح القرن السابع عشر في عمليات التصنيع، ثم حصل تطور هائل في عملية التصنيع، في عملية التصنيع الى وصلنا للقرن الثامن عشر ثم القرن التاسع عشر، واكتر طفرة حصلت في عمليات التصنيع اللي هو بعد كده اتطور على يد الانجليز في القرن التاسع عشر. ده يمكن كان اطول او اكبر فترة بعد عملية التصنيع. فاحنا قبل كمان التقسيم هناخد جزء مهم قوي هو مصادر السكر. اديتك تاني خلفية عنه، قلت لك السكر هو سكر السكروز اللي انت بتشوفه، له اربع مصادر، عشان ده برضو انا نفسي ابناء الطلبة واحنا بنتكلم في الوحدة يسجل يدون الاسئلة اللي انا بقولها في كل وحدة. يجي سؤال دايما في الامتحان يقول لي اذكر مصادر انتاج السكر. تاني اذكر مصادر انتاج السكر. اجابة واضحة طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة. اول مصدر معروف للجميع، وانا حطيت لك في النص تاني كلمة السكروز والرمز البنائي عشان مهم قوي تعرف الرمز البنائي للسكر، وارد يجيلك في الامتحان في نقطة اكمل الرمز البنائي للسكروز ايه اللي هو C12H22O11. مصادر انتاجه زي ما احنا شايفين، اول مصدر قصب السكر. كلنا في مصر نعرف قصب السكر وعيدان قصب السكر، ده مصدر رئيسي من مصادر انتاج السكر في مصر، ده رقم واحد او اول مصدر بيستخدم في مصر وغالبا في معظم انحاء العالم. المصدر رقم اتنين انا مرتبهم لك واحنا ماشيين حسب المصدر، انت شايف ده بنجر السكر، وبنجر السكر ايضا بيزرع داخل مصر وبيتم الانتاج منه ايضا داخل مصر. يبقى اذا انا عندي قصب السكر ثم عندي بنجر السكر، خد بالك من الكلام ده قوي. مصدر رقم ثلاثة عنب السكر. بنستخرج سكر من العنب واحنا بنسميه عنب السكر، نوع من انواع العنب اللي بيتم منها صناعة السكر. هتبقى حاجة اسمها اشجار المبل في كندا. خد بالك شوف اشجار المبل في كندا شكلها ايه، شكلها قريب قوي، هو يعني قريب في الشكل والتركيب من عيدان قصب السكر بتاعتنا، برضو على شكل عقل وبرضو محتواه عالي من نسبة السكر، فهو قريب بشكل كبير من قصب السكر بتاعنا او اللي بيزرع عندنا. تقسيمات بقى السكر نفسها، اول تقسيم على حسب اللون. طبعا اجيب لك منهم العينتين اللي موجودين، اللون الابيض معانا في الاستوديو، اللون الابيض اللي انت شايفه قدامك واللون الاسمر، ده اللون الابيض. تاني اللون الابيض لو انا بقسمه حسب اللون الى اتنين، لون ابيض اللي انت شايفه ده اللي هو كمان موجود معانا في الباوربوينت، واللون الاسمر. خد بالك من اللي انا بقوله ده، يبقى انت عندك الاتنين هم لون ابيض ولون اسمر. طب ايه هو ايه الفرق ما بين اللون الابيض ده واللون الاسمر؟ هيفرق في حاجات كتيرة. يعني ديك على سبيل المثال، مثلا نسبة النقاوة التركيز، يعني نسبة التركيز والنقاوة في اللون في السكر الابيض بتصل الى 98% تصل الى حوالي 98.8% في السكر الابيض اللي انت شايفه قدامك ده. اما نسبة النقاوة في السكر الاسمر اللي انت شايفه ده بتبقى لا تتجاوز باي حال من الاحوال 92%. يبقى اول حاجة نسبة النقاوة، نسبة النقاوة في السكر الابيض 98.8%، ونسبة النقاوة في السكر الاسمر 92%. مش بس نسبة النقاوة، نسبة الرطوبة، ما هو نسبة النقاوة طالما انخفضت هنا وبقت 92%، اعرف ان نسبة الرطوبة ترتفع. فنسبة الرطوبة هنا في السكر الاسمر بتصل الى 3.5%،
ولذلك السكر الاسمر لو سبته فتره بره هو عرضه لعمليات التلف اسرع من السكر الابيض. ليه؟ اولا نسبه النقاوه هنا 92% في السكر الاسمر، ونسبه الرطوبه هنا 3.5%. اما نسبه الرطوبه هنا في السكر الابيض 1/10%. تاني 1/10%، يعني ما كملش 1%، 1/10% نسبة تكاد لا تذكر. السكر المحول ما فيش اختلاف كبير قوي، يعني برضو هتلاقي السكر المحول هنا في السكر اسمر 4%، هنا هتلاقي 5% نسبة السكر المحول. نسبة الرماد اكيد بدون ما اتكلم اكيد انتوا عرفتوا انه اكيد نسبة الرماد هنا اعلى في السكر الاسمر، بتوصل الى 5/10%. نسبة الرماد هنا في السكر الابيض 2/10%. دي كده الفرق ما بين الاتنين، نسب الرماد ونسب النقاوة ونسب الرطوبة. خد بالك ده مهم قوي، لان في تقسيم تاني بعديه وهما الاتنين هيطلعوا في نفس التقسيم على حسب السكر المقرر والغير مقرر، عشان تبقى فاهم ايه برضو الفرق. انا بكلمك من حيث اللون، ده من حيث اللون. تعال شوف كده مع بعض من حيث اللون. من حيث اللون زي ما انت شايف تاني حسب اللون، السكر الابيض زي ما انا قلت لك المفروض 98، معلش في عكس شويه في النسبه، هي 98 و8 من 10، والرطوبه 1/10، والسكر المحول 5%، والرماد حوالي 2/10%. السكر الاسمر زي ما انت شايف بجميع انواعه العينه اللي كانت موجوده معانا، نسبة النقاوة 92%، الرطوبة 5.3%، السكر المحول 4%، الرماد 5/10%. ده التقسيم على حسب اللون. طب خد بالك بقى ان التقسيم على حسب النسب المختلفة من السكروز والسكريات المختزئة والرماد والمواد العضوية، احنا بنسميهم ايه؟ السكر ابيض والسكر المقرر. سكر ابيض وسكر مقرر. تعالى بقى قبل ما نخش في الشكل، هما نفس الاتنين اللي موجودين معانا، نفس الاتنين الموجودين معانا اللي كانوا في اللون تاني. انا قلت واحد ابيض واحد اسمر، لكن لما اجي اقسمهم بقى على حسب نسب السكريات المختزنة، السكريات المحولة جوه في سكر، فهتلاقي في حاجه اسمها سكر مقرر وسكر غير مقرر. تاني سكر مقرر وسكر غير مقرر. السكر الاسمر ده قبل عمليات التكرير، لو هنعرف يعني عمليات تصنيعيه ان بنصل في مرحله من التصنيع لهذا السكر ونقف ونعبي ونعمل حاجه من الاتنين، يا يعني ننزل في الاسواق ونبيع على كده تاني، ويبقى ده اسمه سكر غير مقرر اللي هو اللي لونه اسمر ده. يبقى بنوصل لمرحلة في التصنيع نقف على كده، وبعد كده نجففه ونعبيه وننزله في السوق، يبقى سكر غير مقرر. وممكن ناخد السكر ده تاني وندخله في مصانع ملحقة ونعمل له تكرير يطلع منه السكر الابيض اللي انت شايفه ده، اللي احنا بنسميه السكر المقرر. يبقى عشان لما تشوفهم في السوق واحد لونه ابيض واحد لونه اسمر غامق، تعرف ان فيهم سكر مقرر وفيهم سكر غير مقرر ما تمش عليه المرحلة النهائية خالص اللي هي عملية تكرير السكر، لان دي مرحلة يعني بتنتهي بعد السكر قبل عملية التكرير اللي هي عملية البلورة وتكوين السكر واللون الاسمر. ده سكر اوريدي ممكن ينزل في السوق ولكن ده غير مقرر، بينتهي بيه الحال الى السكر المقرر اللي انت بتشوفه اللي هو الابيض النصع البياض اللي انت بتشوفه. ومراحل التكرير دي هتعرفها، هنعرفك بتعمل ازاي، فمهم قوي تعرف الجزئية دي. وعشان كده بقى تعال نشوف بقى، طب وانا لما هنزل اشتري من السوق بره تجاري هقول له اديني سكر مقرر ولا سكر غير مقرر؟ لا ده انا بقول له يا اما لو انا بقى لو انا يعني عايز ابنانا وبنات طلاب يقول له مثلا اللون، لا انا عايز الابيض مش عايز الاسمر.
لكن هو في شكل تجاري له في السوق. اه في حاجه اسمها التقسيم التجاري. تعال نشوف مع بعض التقسيم التجاري. في اكتر من صنف في التقسيم التجاري. يعني على سبيل المثال اول نوع مثلا السكر المبلور اللي هو في صوره الحبات اللي انت بتشوفه، اللي هو سكر المائده اللي انت شايفه في البيت، اللي هو السكر الابيض المقرر اللي انت بتشوفه في البيت اللي على شكل البلورات الصغيره. في مثلا سكر القوالب او المكعبات، في انواع من السكر ده اسمه تصنيف تجاري. المكعبات ده بيجي ازاي؟ بنجيب السكر اللي انت شايفه ده وبيبقى واخد جزء من الرطوبه، وبيتم ليه عمليات كبس وتشكيل وتقطيع على هيئه القوالب وفي نسبه من الرطوبه، ثم يتم تجفيفه تاني، يتعمل له عمليه تجفيف عشان يفضل على الشكل اللي انت بتشوف فيه اللي هو شكل القوالب ده. في طبعا السكر اللي انت عارفه، طبعا ابنانا وبناتنا ما عصروش قوي السكر ده، لكن في جيل قديم، جيل الاباء، عارفين سكر الاقماع اللي انا بتكلم عليه. سكر الاقماع ده كان زمان مستخدم في الافراح، كان زمان السكر ده موجود في الافراح في المناسبات، يجيبوا سكر الاقماع ويستخدموه في صناعه الشربات او يصنعوا منه الشربات في الافراح. طبعا احنا ما عصرناش، او الجيل اللي موجود ده ما عصرش ابنائنا وبناتنا عصروا سكر الاقماع اللي احنا شايفينه. في طبعا السكر المطحون البودر اللي احنا بنسميه البودر. خد بالك سكر البودر هو عباره عن ايه اصلا في الاساس؟ هو عباره عن سكر السكروز اللي موجود معانا هنا ده، وانت بتعمل له عمليات طحن. الشركات طبعا الكبيره على مستوى كبير بتعمل له عمليات طحن، وينضاف له ماده تمنع التكتل زي النشا في اجزائه، ممكن نضيف اجزاء من النشا داخل السكر. انت في المنزل بتجيب سكر السكروز وتعمل له عمليات الطحن العاديه خالص وتستخدمه مباشره، لكن انا بنصح لو انت هنخزنه شوية ضف له جزء من النشا عشان ما يتعملوش عملية تكتل. في سكر زي ما انت شايف له سكر البلاط على شكل بلاطات مربعة او مستطيل على حسب نوع الاجزاء المستخدمة منه. ده على سبيل المثال الاصناف التجارية. طيب نرجع مع بعض تاني بقى. ده اللي هو التصنيف التجاري، وده التصنيف على حسب اللون، وده التصنيف على حسب الايه التكرير بتاعه، مكرر او غير مكرر، ابيض لاسمر. لكن التصنيف البنائي الكيميائي، احنا بنيجي نصنف السكريات بشكل عام، سكر السكروز فين في التصنيف الكيميائي، في انهي مرحله في التصنيف الكيميائي؟ في ثلاث تصنيفات كيميائية أبنائنا وبناتنا عارفينهم ومفروض برضو تاني بنذكرهم بيهم. أول حاجة السكر الأحادي. يعني إيه السكر الأحادي؟ اللي هو السكر ذات الوحدة الواحدة التي لا يمكن تحليلها إلى وحدة سكرية أبسط منها. تاني تصنيفات السكر الكيميائية، واحد السكر الأحادي. السكر الأحادي هو السكر ذات الوحدة الواحدة التي لا يمكن تكسرها إلى أصغر منها وحدة سكرية، يبقى هي الوحدة الأخيرة اللي مش ممكن أجزأها تاني لوحدة سكرية أقل منها. منها أنواع زي الجلوكوز، وكلنا نعرف عسل الجلوكوز، زي الفركتوز، وكلنا أيضا نعرف عسل الفركتوز. في حاجه اسمها الجالاكتوز، سكر نوع من انواع السكريات الاحاديه اسمه الجالاكتوز. يبقى في ثلاث انواع من السكريات الاحاديه، في جلوكوز وفي فركتوز وفي جالاكتوز، دي اسمها سكريات احاديه. في نوع اخر اللي هو بقى التصنيف الثاني اللي هو السكر الثنائي، اللي هو منه السكر اللي احنا بنتكلم عليه. السكر الثنائي ركز معايا التركيب الكيميائي، بيبقى من 2 وحده حد اقصى 10 وحدات. السكر الثنائي والذي يحتوي على وحدتين سكر حد اقصى 10 وحدات. السكر بتاعنا السكروز فين من المرحله دي؟ هو في المرحله رقم 2. سكر ثنائي يحتوي على وحدتين هما الجلوكوز والفركتوز.
ده رقم اتنين. في سكريات معقدة التركيب، سكريات معقدة التركيب اللي هي اكتر من 10 وحدات وفي سلاسل قد تصل الى الافات الوحدات على فكرة. على رأسها ايه؟ النشا. النشا هو سكر معقد التركيب. السليلوز هو سكر معقد التركيب. البكتين هو سكر معقد التركيب. تعالوا مع بعض نشوفهم كده على الايه؟ على الشاشة. اول حاجة السكر الاحادي زي ما احنا شايفين، وهي التي او تلك الوحدات التي لا تتحلل الى وحدات سكر اصغر منها. طبعا زي الجلوكوز، زي الفركتوز، زي الجلاكتوز. ده مثال ليها اللي هو عسل الجلوكوز، ده سكر احادي. السكريات بقى المتعددة اللي هي منها سكر السكروز اللي هو قدامنا، اللي هو بنصنعه من قصب السكر او بنجر السكر. بيقول هي اللي بتحتوي على 2 إلى 10 وحدات على حد اقصى مرتبطة مع بعضها. منها السكروز وده 2 على فكرة، وايضا اللاكتوز. طب مين ايه اللاكتوز ده؟ اللاكتوز ده هو سكر اللبن. مش احنا كل ابنانا الطلبة حتى لو ما حليناش اللبن بتاعنا وحبيت تاخده بعد ما بتعمله عملية الغليان وتدوقه، فهتلاقي فيه جزء من السكر نتيجة لوجود حاجة اسمها سكر اللاكتوز، سكر اللبن. تاني، سكر اللبن هو سكر ثنائي بيحتوي على ايه؟ على وحدة جلوكوز ووحدة جالاكتوز. مش انا قلت لك في وحدات احادية منها الجلوكوز ومنها الفركتوز ومنها الجالاكتوز؟ سكر اللاكتوز هو سكر ثنائي موجود في اللبن، عبارة عن وحدة جلوكوز ووحدة جالاكتوز. ايضا في سكر ثنائي زي ما احنا شايفين اللي هو سكر المالتوز، ده نوع من انواع ايضا السكريات الثنائية. طبعا عينة ليه اللي هو السكر الثنائي اللي هو سكر السكروز. طبعا سكريات معقدة التركيب انا لسه متكلم عنها، هي التي تحتوي على اوزان جزيئية عالية، فيها بقى ممكن تصل الى الافات الوحدات. على رأسها طبعا زي ما احنا شايفين النشا سكر معقد التركيب، السليلوز سكر معقد التركيب، الجلايكوجين اللي بيخزن في الكبد هو سكر معقد التركيب، البكتين ايضا هو سكر معقد التركيب. طبعا زي ما انت شايف دي عينة برضو او صورة للنشا اللي هو السكر المعقد التركيب. سؤال، اذكر المعوقات التي تواجه صناعة السكر في العالم العربي ومصر. تاني، لا يخلو اي امتحان بيجي السؤال على 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 سقطين يا ريت نكتبه. اذكر المعوقات التي تواجه صناعة السكر في مصر والوطن العربي، او اذكر الجهود المبذولة من الدولة للنهوض بصناعة السكر. ايه ده؟ انت ليه بتقول بيجي بصيغتين؟ لان انت لو عرفت واحدة هتجاوب التانية، لو عرفت واحدة هتجاوب التانية بمنتهى البساطة. لو عرفت المعوقات يبقى هجاوب الجهود بتاعت الدولة بمنتهى البساطة. انا رابطهم لك ببعض عشان اللي هتشوف في الكتاب يجي صفحتين طوال في معوقات صناعة السكر، وزيهم في الجهود المبذولة من الدولة. ولما هتشوفهم هتقول انا وانا هحفظ ده الكم ده واحفظ الكم ده؟ لا، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم، وبالتالي هتقدر تربطهم ببعض. لو فهمت المعوقات هتقدر تعمل منها الايه؟ الجهود. نبدأها كده واحدة واحدة. اما اقول معوقات صناعة السكر في الوطن العربي ومصر، بقول في حاجة اسمها معوقات خاصة بالزراعة، عشان انت هتلاقيهم بنود كتيرة تصل الى 15 او 12 او 15 بند.
انا عايزك تقسمهم زي ما اقسمهم كده واكتبهم يا ريت ورايا كده عشان تقدر لما تفتكرهم تنزل تحتهم النقط بتاعتهم بسهولة. في حاجة اسمها معوقات خاصة بعوامل الزراعة نفسها. في حاجة اسمها معوقات خاصة بالبنية التحتية. بالبنية التحتية. في حاجة اسمها معوقات خاصة بالك من اللي انا بقوله ده بالبحث والارشاد العلمي عشان ما فرعش عليك كتير. تلاتة دول بقى نقدر تحتهم نتذكر المعوقات بتاعتهم عشان ما نقعدش ناخد الكم الكبير ده تاني. المعوقات اللي تواجه صناعة السكر في الوطن العربي ومصر يا اما معوقات خاصة بالزراعة وعواملها، يا اما معوقات خاصة بالبنية التحتية، يا اما معوقات خاصة بالبحث والارشاد العلمي. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. المعوقات الخاصة بالعوامل الزراعية زي ايه؟ ما انا لما اجي اتكلم زي ايه العوامل الزراعية؟ مش في عوامل زراعية زي الارض، صح كده؟ زي المية، زي المناخ، زي البذور التقاوي، صح؟ في حاجة انت متخيلها او ابنائنا وبناتنا متخيلها في عوامل الزراعة خلاف كده؟ زي ما بقولك انا مش عايزك تاخد جاف قوي انك تحفظ كله، لا تذكرها. انا معوقات صناعة السكر في مصر الوطن العربي بشكل عام يا اما معوقات خاصة بالزراعة، يا خاصة بالبنية التحتية، يا خاصة بالبحث والارشاد العلمي. اللي خاص بالزراعة انا تخيل، وانا لو انا هزرع، انا حط نفسك مكان، وكلنا جايين من بيئة فيها ارياف، تصور لو انت مكان المزارع فايه المعوقات اللي ممكن تقابلك في العوامل الزراعية. يبقى رقم واحد التربة، الارض. طب ايه مشاكل الارض؟ ان احنا عندنا نقص في المساحة المنزرعة من السكر، ادي اول معوق. شوف انا مش حافظ على فكرة، مش عاوز احفظ البنود دي كلها، انا بس افهم عشان اقدر اقول الكلام بتاعي. انا بقول اول حاجة معوقات خاصة بالزراعة، على رأسها الارض. ايه الخاص بالارض؟ ان احنا عندنا نقص في الوطن العربي وفي مصر في المساحات المنزرعة، سواء من سكر القصب او من قصب السكر او من منجر السكر. ده رقم واحد. طيب ايه تاني خلاف الارض؟ المناخ، درجة الحرارة. مصر ما فيهاش الظروف المثلى، والوطن العربي ما فيهاش الظروف المثلى خصوصا الشمال الافريقي المناسب في درجة الحرارة لزراعة قصب السكر. احنا كلنا عارفين قصب السكر بيحتاج درجات حرارة عالية، فالظروف المناخية بتاعتنا مش مناسبة قوي. لذلك حتى في مصر لما نحب نزرع القصب بنزرعه فين؟ بنزرعه في الصعيد. ليه؟ عشان بيجود زراعته في الصعيد، لان نسب او درجات الحرارة في الصعيد مرتفعة. طيب ايه تاني؟ المية. كلنا عارفين ازمة المية اللي احنا فيها، وكمان عندين داخلين على ازمة في المية قدام. طب معوق؟ معوق قصب السكر من المحاصيل اللي بتحتاج الى نسب عالية جدا من الماء، وبالتالي يعتبر معوق من المعوقات بتاعت السكر او صناعة السكر في مصر، المية. طب اتكلمنا كده عن الارض، اتكلمنا على درجة الحرارة، واتكلمنا على المية التقاوي. لازم او عندنا مشاكل في التقاوي المحلية، فاحنا لازم المعوق ده نتغلب عليه، سواء في التقاوي اللي قصب السكر او التقاوي بتاع بنجر السكر اللي هو احنا بنسميه المردود السكري، وده هتعرفه في الجزء اللي جاي كده. انا ما حفظتش بقى، انا ماشي معاك واحدة وماشي معاك واحدة واحدة. طب دي المعوقات الخاصة بعوامل الزراعة، سواء كانت ارض، تربة، درجة حرارة، مية، بذور، تقاوي مثلا. ايه المعوقات اللي انت بتكلمني عليها خاصة بالبنية التحتية؟ اللي هي الجزء التاني على بعض. معوقات خاصة بالبنية التحتية عبارة عن ايه؟ انا بتكلم عن اكتر من حاجة بقى، يجي في ذهني اكتر من حاجة. رقم واحد الطرق. واحنا شايفين الوضع الحالي اللي احنا في مصر والجهود اللي بتنبذل عشان تعرف في الدولة في شبكة الطرق اللي بتتعمل. ليه؟ عندنا ازمة في نقل محاصيل القصب من اماكن زراعتها الى اماكن التصنيع في الطرق دي.
ده معوق كبير على فكرة. وده بسبب ده بيسبب ايه بقى؟ بيسبب فائض في المحصول اثناء عمليات النقل. معوق كبير ان انت الطرق بتاعتنا مش ممهدة، وبالتالي ده بيسبب فائض كبير. دي حاجة في البنية التحتية مثلا. تاني حاجة المصانع في البنية التحتية. عايزين نعمل احلال وتجديد للمصانع الحالية اللي موجودة في الوطن العربي في مصر. نحدث من الاجهزة والالات اللي موجودة في المصانع. ده ايضا موجود عندنا في البنية التحتية. عندنا مشاكل في وسائل النقل نفسها اللي بتنقل محاصيل القصب من اماكن زراعتها الى اماكن التصنيع. وهوريك فيديو ان في دلوقتي الات بتحصد وتحط كمان فوقها وتشيل وتودي، فتقلل الفقد. عندنا فقد على فكرة كبير جدا في وسائل المواصلات اللي بتنقل من والى، من الارض الى الايه، الى المصنع. طيب المردود السكري، يعني ايه المردود السكري؟ انت قلت لنا المردود السكري من شوية ودلوقتي. عندنا ازمة في الوطن العربي. يعني ايه في المردود السكري؟ انا هفهمها لك. الطاقة الانتاجية للمصنع يعمل وليكن مثلا كذا طن في السنة. ما عندناش المحاصيل اللي تكفي، او الناتج من القصب والبنجر اللي يكفي المصانع دي على مدار العام. فبيكون المردود السكري اللي طالع اقل. المردود السكري اللي طالع عندي اقل. انا الطاقة الانتاجية بتاعتي مش مغطيها المحاصيل اللي موجودة عندي. ده جزء ده جزء بس من المردود السكري. في جزء تاني، ان اثناء عمليات التصنيع عدم تحديث مراحل الانتاج بيقلل حتى في المحتوى بتاع القصب اللي جالي من نسب السكر اللي هتطلع منه. شوف بقى، عندي مش معضلتين. رقم واحد ان ما عنديش المحاصيل اللي تكفي طول السنة للمصانع. طيب رقم اتنين، ان حتى المحاصيل اللي بتدخل المراحل بتاعت الانتاج بتاعتها فيها هدر وفقد، ما بيوصلنيش لاعلى نسبة انتاج من السكر من المحاصيل نفسها. ده اسم المردود السكري، سواء بقى بالمصنع او العمليات اللي داخل الايه، اللي داخل المصنع. دي معوقات في البنية التحتية. عندنا معوقات خاصة بالبحث والارشاد العلمي. في حلقة مفقودة ما بين مراكز البحث العلمي وما بين الفلاحين والمنتجين. تاني، انت قلت فلاحين ومنتجين. فلاحين ومنتجين. يعني ايه فلاحين ومنتجين؟ البحث العلمي مش بس بيهتم بالزراعة، انه يدور لي على تقاوي تكون بتوفر في المية، انه يدور على تقاوي تتحمل الامراض، انه يدور على تقاوي بتحتاجش درجة حرارة عالية، انه يدور على تقاوي مردود السكر فيها عالية. ده اسمه البحث العلمي فوق على مستوى الزراعة. والفلاح مين اللي ينقله انك المفروض تاخد التقاوي دي، وانك المفروض تزرع بالطريقة دي، وانك المفروض تبدأ في شهر كذا، وانك المفروض تنهي في شهر كذا. في فقد في التوصيل ما بين البحث العلمي والفلاحين في المنطقة دي. طب مين المنتجين؟ المصانع. قال ودخل البحث العلمي ايه بالمنتجين؟ لدخل كبير. مش طرق التصنيع دي بتحتاج بحث علمي؟ المعدات والالات بتحتاج بحث علمي. في فقد ما بين البحث العلمي والمصانع اللي موجودة عندي، عشان تديني في النهاية مردود سكري مرتفع. خد بالك، انا قلت تقريبا معظم النقط بدون محفظ. وبالتالي بقى ده كده اسمها ايه؟ المعوقات التي تواجه صناعة السكر فين؟ في الوطن العربي وفي مصر. فلما يجي يقول لي السؤال النقيض بتاعه، اذكر الجهود المبذولة من الدولة للنهوض بصناعة السكر. مش المعوقات موجودة؟ الدولة بتحاول تعالجها بقى. تعالى، اولا بيحاولوا يفتحوا في المساحات المنزرعة،
وخصوصا مش من القصب، وخصوصا من بنجر السكر اللي بيحتاجش كميات كبيره من الايه، من الميه. يبقى اول جهود على مستوى خدها برضو العوامل الزراعيه. تاني حاجه بيحاولوا يوفروا في استهلاك المياه، ونشوف تقاوي. التقاوي دي من شأنها ايه بقى؟ تكون تقاوي ما بتستهلكش كمية مية عالية، ويكون مردود السكري بتاعها عالي او نسب السكريات فيها مرتفع، ويكون كمية المحصول بتاعها كمان مرتفع، والاكتر من كده انها تكون مقاومة للامراض عشان المحصول ما ينضربش وما يتلفش وما يبوش. دي برضو من الجهود المبذولة، كل ده من الجهود المبذولة. ان الدولة بتحاول تبني طرق زي ما احنا شايفين عشان تمهدها، عشان يبقى فيه سرعة في النقل ما بين المصانع وما بين اماكن الزراعة. بنحاول نوفر وسائل نقل حديثة تاخد مرة واحدة وتحصد من الارض وتحمل وتطلع للمصنع عشان نوفر في الهدر والفقد. بتحاول تعمل احلال وتجديد للمصانع القديمة وانشاء مصانع جديدة. بتحاول نجيب نغطي نقص العجز في المحصول باستيراد كميات اخرى عشان نقدر نوفر للمردود السكري اللي موجود عندنا. بنحاول نعمل برامج ارشادية سواء بقى عن طريق وسائل الاعلام اللي موجودة عندنا او عن طريق الجمعيات الزراعية مع الايه، مع الفلاحين. والاهم من كده بقى ان لازم يبقى في عملية توعية في ترشيد الاستهلاك من السكر في مصر. نصل للجزء ده وهنطلع فاصل ثم نواصل باذن الله. اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة، رجعنا تاني بعد الفاصل وبنستكمل مع بعض الجزء اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو عبارة عن المعوقات والجهود المبذولة من الدولة. قلت ان احنا بنطلع الجهود المبذولة من الدولة من داخل المعوقات. طيب اتكلمنا في الجهود المبذولة من الدولة في جزء منها، قلنا ونذكر تاني يا ابناء الطلبة، قلنا كان في معوقات في الارض الزراعية. الدولة بتحاول توسع مساحات المنزرعة خصوصا من بنجر السكر اللي بيحتاجش كمان كميات المية الكبيرة اللي بيحتاجها قصب السكر. ايضا بالنسبة لدرجة الحرارة بنحاول كمان نخلي التوسع في الجزء الاعلى من الشمال ما يكونش من الجنوب. كمان في جزء مهم كمان في التقاوي، بنحاول نستنبط اصناف جديدة بتكون مقاومة جدا للامراض، ايضا كمان بيكون مردودها من السكر او محتوى من السكر مرتفع. في نفس الوقت كمان كمية المحصول الناتج منها بيكون عالي جدا. بنحاول يبقى في برامج ارشادية بتصل من الجهات البحثية الى المزارعين، وايضا مساعدة كمان المنتجين اللي هم عندهم مصانع ان احنا نتواصل معهم في الجهات البحثية بحيث ان احنا نصل الى اعلى مردود سكري داخل العمليات التصنيعية نفسها. ايضا جزء مهم قوي كنا هنختم بيه قبل الفاصل كان اللي هو عبارة عن ترشيد الاستهلاك من السكر. لازم نعرف كلنا ان السكر استهلاكه العالي مضر جدا بالصحة، وبالتالي ايضا المفروض احنا لنا ليميت او حدود في استهلاك السكر، فلازم يبقى عندنا وعي في عملية ترشيد استهلاك السكر بحيث ان احنا ما ننفقش كمية كبيرة جدا من السكريات اثناء اليوم. ده بالنسبة للمعوقات اللي احنا بنتكلم عليها سواء الزراعية او المعوقات في المناخ او في المعوقات في البنية التحتية او الاحلال للمصانع والتجديد للمصانع. هناخد جزء مهم قوي اللي احنا بنتكلم عليه وهو عبارة عن المردود السكري او بداية العمليات بقى التصنيع داخل المصنع. اما بدينا ندخل عملية التصنيع داخل المصانع بناخد حاجة معروفة كده في المصانع اسمها الاستقطاع الطبيعي والاستقطاع الكيميائي. ايه الاستقطاع الطبيعي وايه الاستقطاع الكيميائي؟ طبعا ده هنقوله واحنا بنحاول نجهز مع بعض فيديو لصناعة قصب السكر عشان يبقى برضو الموضوع ماشي بشكل كويس مع بعضه، يبقى احنا عارفين الجزء اللي احنا بنتكلم فيه. مهم قوي تعرف ان المصانع بتعتمد في عملية التصنيع وداخل له المحصول بيقدر القيمة السعرية المحصول باحد طريقتين، بحاجة بنسميها استقطاع طبيعي، وما كانش بيعمل استقطاع طبيعي فهو بيعمل حاجة مهمة قوي اسمها الاستقطاع
الصناعي. طبعا انا بجهز لكم برضو في خطوات صناعة، فيديو خطوات صناعة السكر، ده مهم بالنسبة لنا عشان نشوف حتى ونعرف الخطوات بتمشي ازاي او الالية بتمشي ازاي في المصانع الكبيرة. على ما يجهز الفيديو، ايه هو الاستقطاع الطبيعي، ايه هو الاستقطاع الكيميائي، بيجي سؤال عارف الاستقطاع الطبيعي عارف الاستقطاع الكيميائي. الاستقطاع الطبيعي ده يا جماعة انا لو صاحب مصنع وجاي لي محصول من قصب السكر هدفع قيمة سعرية ليه، فلازم اخد عينة عشوائية من القصب اللي داخل عندي. العينة ديت اللي داخل عشوائية انا بوزنها، يعني خدت عينة من القصب عشوائية بوزنها. بعد ما بوزن العينة العشوائية ديت ببدأ اخد الاوراق اللي موجودة عليها وانزعها، واخد السقان اللي موجودة عليها من اسفل والجذور وانزعها، واخد الاجزاء اللي هي تالفة فيها وانزعها، واخد كمان العقد اللي موجودة على الابيات بتاعة القصب وانزعها. وبعد ما بنزع الاجزاء دي كلها وانضف العيدان، بعمل عملية تنظيف للعود خالص بعود جاهز لعمليات العصر، بعمل ايه؟ بوزن تاني الاجزاء اللي انا تم استبعادها. خد بالك، بوزن الاجزاء اللي انا تم استبعادها اثناء تنظيف العينة اللي موجودة عندي، واوزنها وارجع اخد الوزن بتاعها واقسمه على وزن العينة بتاعة القصب قبل عملية التنظيف. طيب هنا بقى بيبدأ يتعامل المصنع مع المحصول اللي وارده. لو الوزن ده الفقد ده لم يتجاوز 1% فبيتم التغاضي عنه تماما. خلاص الاتفاق اللي اتفقنا عليه في سعر القصب هو نفس الاتفاق، ما بيتمش خصم شيء من سعر القصب اللي داخل المصانع. طيب لو الوزن بتاع العينة ده بقى تجاوز 1 إلى 2% فبيتم خصم 1% من قيمة السعرية للقصب اللي داخل عندي. طيب لو الوزن ده تجاوز 2% وبقى 3% بقى 4% فبيتم كل خصم كل القيمة اللي وصل ليها الجزء اللي طلع ده من المحصول. يعني لو 3% الوزن ده يبقى هيتم خصم 3% من القيمة السعرية للايه؟ للقصب. يبقى اذا لما يجي يقول لي عارف الاستقطاع الطبيعي، اقول له الاستقطاع الطبيعي هي طريقة من طرق تحديد سعر القصب عن طريق اخذ عينة من القصب الوارد الى المصنع ثم وزنها ثم تنظيفها من الاوراق والجذور والسقان والعيدان والمناطق المكسورة او المصابة ثم وزنها. اذا كان الفقد نسبته 1% يتم التجاوز عنده، اذا كان الفقد من 1 إلى 2% يتم دفع من 1% خصم 1% من قيمة القصب، اذا زاد السعر عن كده بيتم خصم السعر كاملا اللي هو 3% 4% من وزن القصب اللي بيدخل المصنع. ده اسمه الاستقطاع الطبيعي. طب في بعض المصانع ما بتشتغلش بالاستقطاع الطبيعي، بعض المصانع بتشتغل بحاجة اسمها الاستقطاع الكيميائي. فهي يقول طب وانا ليه هاخد الاستقطاع الطبيعي؟ طب ما انا اخد حاجة اسمها الاستقطاع الكيميائي. الاستقطاع الكيميائي ايضا تعريفه ايضا يعتبر طريقة من طرق تسعير القصب اللي داخل عندي، ولكن عن طريق ايه؟ يتم ايضا اخذ عينة من قصب السكر ثم يتم عصر العينة دي. يعني اخد عينة من العيدان بتاعتي بعد ما انضفها اعمل لها عملية عصر، يطلع العصير اللي موجود عندي من قصب السكر، بقدر قيمة نسبة تركيز السكريات داخل العينة اللي موجودة عندي. لو النسبة دي كانت 80% فيبقى الامور زي الفل تمام التمام، النسبة عندي مظبوطة فبالتالي الامور بتمشي كويس. لو القيمة دي قلت عن 80% بيتم خصم اسعار حسب النسب اللي تم خصمها من المصنع اللي موجود. طبعا عشان نشوف العمليات دي بداية العملية نفسها، طب ما تيجي عشان احنا كنا بنتكلم في معوقات وازاي بنوفر، تعال نشوف بقى مع بعض الفيديو نفسه اللي هو يوريني عملية الحصاد نفسها بتتم ازاي من اول ما بيطلع من الحقل ويتم حصاده ثم يتم عمليات نقله ويدخل المصانع ويتم المعاملة معاه سواء استقطاع طبيعي او كيميائي، ويبدأ يخش بعد كده في مراحل العصر بتاعته، وبعد ما يعمل عمليات عصر للعيدان ويوصل للعصير ازاي بيعمل له عمليات تصفية ثم عمليات ترويق، والترويق له انواع، في منها على البارد وفي منها على الساخن وفي منها على البارد والساخن وفي منها على البارد والساخن جزئيا، دي طرق. وبعد ما بيوصل لعمليات الترويق بيوصل تاني يعمل عمليات تركيز تاني، وبيوصل امتى للتركيز المعين اللي بيضيف فيه جزء من بلورات السكر عشان يكون بلورات السكر في التانك اللي موجود عنده، ثم يتم عملية البلورة اللي موجودة. ده هنشوفه طبعا في الفيديو اللي هنعرضه مع بعض، هيوضح لي بشكل كبير قوي
السكر ازاي بيتم التعامل معاه وازاي بيتم تصنيعه بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي. بعد بقى عمليه الاستقطاع اللي بيجهز الفيديو ما باستقطاع الطبيعي عملته، الاستقطاع الكيميائي عملته، طب الاول خطوه بقى المصنع بيعملها حاجه اسمها اعداد القصب لعمليه العصر. يعني ايه اعداد القصب لعمليه العصر؟ مش انا نظفت العيدان؟ اه نظفت العيدان، ولكن الاعداد ده بقى بعد عمليه التنظيف بيتم تقطيع قصب السكر الى عيدان صغيره. يعني لو انا برضو الفيديو قبل هو بيجهز كده وريت الفيديو، طبعا معانا هنا اهوت بدا يشتغل وماشيين مع بعض بنشوفه، بيوريك هنا زي ما انت شايف ادي اول حاجه في المزارع. بره بيعملوا احيانا حرق حرق الجزء من الحقل عشان يشيلوا الاوراق بدون ما يقعدوا ينضفوها تاني بايد عامله ويستهلكوا وقت طويل، فبيعمل عمليه حرق زي ما انت شايف، فبيتخلص من الاوراق مره واحده وبعد كده بينطفي الحريق ده ويتبقى العيدان زي ما انت شايف بتبقى بدون ما يكون فيها عمليه ايه، عمليه او موجود فيها اوراق او موجود فيها الزعزيع اللي احنا بنسميها اطراف القصب اللي موجوده عندنا. وبعد كده بيوريك حتى شكل العود من جوه او الجزء المصاص بتاع القصب اللي بيبقى ناتج بعد عمليه العصر، فبيوريني حتى درجه الطراوه بتاعتي وامتى بيتم اختياره، بيعرفوا امتى بيتم تحديد ميعاد النضج بتاع القصب اللي موجود عندنا. دي بتبقى عمليه ما هيش صعبه خالص، بتبقى معروفه ومحدده سلفا. زي ما انت شايف دي وسائل هيئة بيتحرك بيها داخل الارض او داخل المحاصيل اللي موجودة عنده، بيقدر المساحة اللي موجودة قد ايه. شايف ده قاذف لهب، قاذف اللهب ده يدوبك مخصص بس عشان يشيل الاوراق، قاذف لهب بس بيعمل عملية نزع للايه، يعني عملية حرق الاوراق اللي موجودة عندي. ده ما احنا شايفين هيئة وادي العيدان بعد عملية الحرق. دي بقى الالات الحديثة اللي بقولك بتوفرها، يعني بدل ما بيفضل يقطع هو لسه، لا بيبقى فيه زي ما انت شايف كونتينر آلة، الالة دي هي اللي بتحرق بتقطع على طول القصب، وبتقطعه كمان اللي هو الاعداد اللي انا بكلمك عليه القطع قبل ما يدخل المصنع والمصانع تعمل له عملية تقطيع لقطع، لا هو بيبقى جاهز وبيخش وتحمل في كونتينرات زي ما احنا شايفين عشان يطلع على رصيف الاستلام في المصانع، وفي كده يقدر يقلل الفقد فعلا ما بين المصنع او ما بين الحقول وعملية التوصيل للمصانع زي ما احنا شايفين، بتقل لابعد ما يكون زي ما احنا بنتكلم زي ما انت شايف قدامك كده. هو بيعرفك ازاي حتى بيتم عملية النقل داخل المصنع، بيبقى في حاجة اسمها احواض للتخزين زي ما انت شايف بتنزل فيها بتاخد سيور متحركة لداخل المصنع بحيث ان هو بيخزن في حتة واحدة ما بيحتاجش ان هو يبقى داخل على اكتر من مكان. اللي انت شايفه ديت بتقطع تقطيع مباشر اهوت القصب، بينزلوا بيقطعوا الى اجزاء صغيره خالص عشان يجهزوا ويمهدوا لعمليات الايه، عمليات الغسيل ثم عمليات العصر. زي عشان ده كله بيتم في المصانع طبعا الحديثه زي ما احنا شايفين، كل ما بيبقى فيه تطور اكتر كميه الفقد بتقل كتير. ده الجزء اللي طالع اهوت، الجزء اللي تم نشره زي ما احنا شايفين بيتم تعريضه لعمليات الماء لنزع منه جزء من العصير بتاعه، وزي ما انت شايف بيطلع العصير في تنكات في الجانب الاخر، كل ده عشان يشيل اجزاء كبيرة جدا من الاتربة والمواد العضوية بيحاول يتخلص منها بشكل كبير. وهتشوف ازاي بيبقى لون، هتستغرب هتقول لي هو ده لون هيطلع منه؟ اه فعلا فعلا لما بتعصر القصب بيبقى بالشكل اللي انت شايفه ده بعد عمليات الترويق، ويخرج بالشكل اللي انت شايفه ده لانه هيتم عليه اكتر من معالجة. طبعا زي ما انت شايف دي تنكات بيتم فيها عمليات التخلص من اللون، ودي تنكات اخرى للبلورة زي ما احنا شايفين، دي بيتعمل تنكات تركيز وبياخد عينات كل شوية من التنكات دي عشان يتأكد هو وصل لعملية التركيز ولا لا، عشان يقدر يقول البلورات جاهزة ان انا اضيف لها في التنك جزء من السكر عشان تتكون ولا لا، وبيشوفها تحت عدسة او تحت
جزء من الزجاج وبيوريك اهوت خلاص بدأت البلورات في جزء من المحلول بتتكون وبيوريها لك كمان بإيده. زي ما احنا شايفين كل دي ده مكان فتحة بيتاخد منها العينة وبيحطها زي ما انت شايف على عدسة عشان يشوف البلورات فعلا بدأت تتكون ولا. شايف الجزء ده جزء مرمل ده من الشاشة ده الجزء المرمل ده بداية تكوين بلورات السكر زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت خلاص. طب لما بتتكون الاجزاء اللي هتتنقل لها بعد كده اسمها طرد مركزي. كل اللي فوق ده اسمه اجهزة طرد مركزي. بيتاخد بقى البلورات او المحلول اللي هو بجزء من البلورات يخش على عمليات الطرد المركزي وبيطلع في النهاية بعد ما بنوصل زي ما انت شايف بالشكل اللي انت بتشوف ده. هنقف للجزء ده عشان نشرح الخطوات اللي مرت دي عشان ابنانا يشوفوها يبقوا عارفين الخطوات دي مرت ازاي. ان في اسئلة في النص بتيجي في الخطوات دي. هو خلاص خد من المصنع انا قلت طبعا زي ما انت شايف ازاي بالوسائل الحديثة زي ما انت شايف قدر يكسر او يقلل الفقد في المحصول اللي موجود عنده. اول خطوة بيجي عليها سؤال اذكر فوائد عملية اعداد القصب لعمليات التصنيع. انا بقول اعداد ده عبارة عن ايه؟ الاعداد برضه عشان اقربها لك بصورة اكبر ان في صورة معانا هتوضح لك الموضوع اكتر. ده شكل العيدان بعد عملية الاعداد. لازم تبقى العيدان بالطريقة دي. بيتخلص من الاوراق بيتخلص من العيون المكسوره بيخلص من. طب ليه بيتخلص من الكلام ده؟ لان اولا الاوراق بيحتوي على ماده الكلوروفيل دي ماده خضراء فبالتالي هتاثر على اللون فيما بعد ليه السكر الناتج كمان. ايضا في بعض المواد العضويه نتيجه الاوراق ونتيجه العيون المكسوره لو دخلت اثناء عمليه التصنيع هتسبب مواد غراريه هيصعب عمليات الفصل لها بعد كده. لازم العيدان داخل عمليات المصنع تبقى بالصوره اللي انت بتشوفها دي، يكون نظيفه وخاليه ومقطعه الى اطوال متناسبه ومتناسقه. طيب الهدف منها ايه او الغرض منها ايه؟ ده السؤال اللي بيجي. اول حاجه بنقول عمليه تسهيل مرور العيدان ما بين العصارات وبعضها. كل ما بتكون العيدان باطوال متناسبه ومقطع الاوراق بتاعتها ونظيفه فبيسهل عمليه الدفع بتاعه العيدان ما بين عصاره الى عصاره اخرى. ده رقم واحد. رقم اتنين كل ما بيكون عمليات الاعداد للعيدان بالشكل الجيد كل ما بسهل تهشيم العيدان اثناء مرورها في العصارات وبالتالي تسهيل خروج العصير من العيدان القصب نفسها. ده رقم اتنين. رقم تلاتة ان انا بتخلص من الاوراق والاجزاء دي عشان ما سببش رواسب اكبر ويصعب التخلص منها اثناء عمليات العصر وعمليات الترويق فيما بعد. يبقى دي اهمية اعداد القصب لعمليات العصر. طيب خلاص عملت اعداد يبدا يخش في عصارات. العصارات دي تقريبا في بعض المصانع بتصل الى اربع عصارات ما تبقاش عصاره واحده. بيدخل القصب في العصاره الاولى بضغط معين بيبقى الضغط الاعلى طبعا في العصاره الاولى بيخرج المصاص بتاع العيدان من الجانب الاخر من الايه من العصاره وبيخرج العصير بتاع العصير الاولاني ده بنسميه العصير من المرحله الاولى. وبيدخل العيدان تاني اللي هي اللي جايه فيما بعد على العصاره الاولى بيبدا ياخد اللي خرج بكميه كثيفه ويدخله على العصاره الثانيه وهكذا من العصاره الثانيه الى العصاره الثالثه. يعني بيدخل العيدان دي بعد ما تتعصر المره الاولى بيدخلها على المره الثانيه بضغط تاني بضغط اكتر او اعلى من العصاره الاولى ثم بيدخل على العصاره الثالثه لضغط اعلى ثم في العصاره الرابعه بقى يبدا اخر حاجه قبل العصاره الرابعه ياخد كل الملاس اللي طلع ده او كل المتبقي المتخلف من عصر العيدان يعمل فيه ايه بقى؟ يرطبه بجزء من الماء ويرجع يدخله تاني في العصاره الايه؟ الرابعه ويبدا يخلط مجموع العصير مجمع مع بعضه مره واحده اللي طلع من العصاره الاولى ثم العصاره الثانيه ثم العصاره الثالثه ثم اللي طلع من العصاره الرابعه بعد تبليل او تندية القصب اللي طالع خالص بعد عمليات العصر الى ان يصل في النهاية ان بيكون المصاص اللي طالع جاف تماما. يبقى وصلنا لخطوة عملية العصر وعرفنا عملية العصر بتتم في اكتر من مرحلة وفي المرحلة الاخيرة بيتم عملية تندية للعيدان ثم بتمر مرة اخرى داخل الايه داخل العصارة الرابعة. بعد كده بيدخل في حاجة اسمها عملية تصفية للعصير الناتج.
غالبا قبل ما بيبدا عمليه التصفيه بيبدا يدخل العصير اللي طلع ده في قلب تنكات ويعمل لها عمليه ترك لفتره للترصيب تاني، بيدخلها على تنكات وبيسيبها فتره من الزمن عشان يعمل عمليه ترصيب. ترصيب ليه؟ العصير الناتج بيبقى فيه جزء من المصاص او جزء من اللب بتاع القصب من الداخل، فبالتالي الجزء ده لما بنسيب العصير فتره في الاحواض بيترسب الى الايه؟ الى الاسفل، وبيسحب العصير بتاعه من الاعلى وبياخد الراسب من الاسفل مره اخرى، وبيتعمل له على فكره بيتعمل له عمليات عصر فيما بعد مع المراحل اللي كانت المراحل الاولى في عمليات العصر. الغرض من عمليه التصفيه عشان ابنائنا يبقوا عارفينها، اول حاجه ان انت بتفصل كل اللب او كل التفل الناتج من عمليات العصر اثناء عمليه الايه؟ عمليه التصفيه. طيب في حاجه كمان، ان بتخلص لو في جزء من الشوائب او جزء من الاتربه او جزء من الاوساخ اللي كانت عالقه بالقصب موجوده لسه، فكمان ده بنتخلص منه اثناء عمليات الايه؟ عمليات التصفيه. طيب بعد ما بيخلص من عمليات التصفيه بيعمل ايه؟ بياخد العصير الناتج ويدخله على حاجه اسمها عمليه الترويق. تاني بيدخله على عمليه الترويق، احواض وتنكات خاصه بعمليه الترويق. اثناء بقى مرور العصير من التصفيه الى تنكات الترويق بيمر في النص بمرشحات. المرشحات دي بيبقى ثقوبها رفيعه جدا عشان لو اثناء عمليه الترصيب خلاص اترصب اللي هي الاجزاء الكبيره من المصاص او التفل اللي موجود داخل القصب، فالاجزاء الرفيعه دي بيبقى صعب جدا حجبها في عمليه التصفيه. فلما بيدخل على مرشحات، المرشحات دي بتحجز كل الاجزاء الدقيقه اللي كانت موجوده في العصير، وبيخرج العصير من الناحيه الاخرى رائق، ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع الشوائب او الرواسب سواء الكبيره او الصغيره اثناء عمليات العصر او التصفيه، وبيدخل على مرحله الترويق. الغرض من مرحله الترويق اول حاجه ان انا اعمل عمليات قصر للون. يعني الاول العصير بيبقى اللون بتاعه غالبا واخد اللون الاسمر زي ما انت شفت، ثم اللون الاخضر نتيجه وجود جزء من صبغه الكلوروفيل. فاول حاجه بيعمل عمليات قصر للون. تاني حاجه بيعادل الاملاح اللي موجوده داخل العصير، وبالتالي لما بيدخل عمليه الترويق، والترويق بيتم بلبن الجير الماده بتاعتها او هيدروكسيد الصوديوم او لبن الجير، بيدخل لبن الجير او هيدروكسيد كالسيوم، بيدخل لبن الجير بيعادل جزء من الاملاح اللي موجوده او جزء من الاحماض اللي موجوده في العصير، فبيترصب الاملاح اللي موجوده في العصير في الاسفل والعصير بيخرج خالي من الاملاح. يبقى انا بعادل الحموضه، برصب جزء من الاملاح. ايضا من الحاجات المهمه ان انا بحاول اعمل عمليات قصر اللون. طيب بيجي يقول لي اذكر طرق عمليه ترويق العصير، اذكر طرق ترويق العصير. في اكتر من طريقه لترويق العصير. في حاجه اسمها طريقه الترويق على البارد، دي اول طريقه. في حاجه اسمها الترويق على الساخن. في حاجه اسمها طرق او طرق اضافه الجير. اضافه الجير على البارد، اضافه الجير هي برضو اضافه الجير، هي عمليه الترويق عشان ما يحصلش خلط ما بين عند ابنائنا الطلاب. اضافه الجير على البارد، اضافه الجير على الساخن، اضافه الجير على البارد والساخن، اضافة الجير على البارد والساخن جزئيا. فيجي السؤال في الامتحان يقول لي اذكر طرق اضافة الجير اثناء عملية ترويق العصير واشرح احداها بالتفصيل. فما اجي اقول له الاربع طرق، اقول له مثلا طريقة اضافة الجير على البارد. فطريقة اضافة الجير على البارد ان انا بجيب كمية العصير ما بيتمش ليها عمليات تسخين، وبجيب كمية الجير كاملة او لبن الجير كاملة، وبضيفها مرة واحدة على الايه؟ على العصير اللي موجود عندي. يبقى اذا دي اسمها اضافة الجير على البارد. بيكون النتيجة بتاعتها ايه؟ بيكون النتيجة بتاعتها ان بيتم معادلة جزء من الحموضة، وبالتالي ترصيب جزء من الاملاح في القاع، وبعد كده بنسحب الجزء اللي موجود عندنا من العصير من الاعلى. يبقى دي اسمها اضافة الجير على الايه؟ على البارد. يبقى انا ما سخنتش العصير وبدات اضيف الجير على البارد. طبعا في طرق اخرى لاضافه الجير على الساخن. طبعا جير على البارد ضيفه على البارد، جير على الساخن بيسخن العصير ويبدا يضيف الجير ايضا مره كامله على الساخن، وبيحصل نفس الحكايه، وبيتم معادله
الحموضة وأيضا معادلة الأملاح، ويتم ترصيبها ويتم سحب العصير من الجهة المقابلة. طبعا الوقت بتاعنا خلص، وأعتقد نكون يعني أتمنى أن كل أبنائنا الطلبة يكونوا استفادوا مننا في الحلقة دي كل مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.